متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. إذا تأثرت المملكة خلال الساعات الماضية في المناطق الجنوبية منها بحالة من عدم الاستقرار الجوي، جلبت معها بعض الزخات المحلية من الأمطار لبعض المناطق الجنوبية من المملكة. يتراجع تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات نهار هذا اليوم، وتضعف فرص طبعا الهطول في المنطقة الجنوبية. تبقى المناطق الشمالية والوسطى ضمن تأثيرات الأجواء المستقرة أصلا التي مستمرة معنا منذ عدة أيام. تكون الأجواء اليوم مثلا في العاصمة عمان تقريبا غائمة جزئيا بوجه عام، غيوم متفرقة، 15 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى المتوقعة، وهي أعلى بقليل من المعدلات المعتادة. خلال ساعات الليلة القادمة يكون الطقس بارد بوجه عام، هناك فرص لتشكل الضباب في ساعات متأخرة من هذه الليلة في بعض مناطق السهول الشرقية والبادية، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل صباح يوم غد الاثنين تكون هناك فرص لبعض الزخات من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد. أما اليوم فالطقس إجمالا مستقر، ويتراجع تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة عن المناطق الجنوبية بعد قليل وخلال الساعات القليلة القادمة. نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. سنداها شمال من إربد من 17 إلى 8، كذلك أمر في جرش عجلون 15-7، وفي المفرق من 18 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة 15-6 في العاصمة، 15-7 في السلط، 16-6 في مادبة، 23-16 في البحر الميت، و 18-8 في الزرقاء. المناطق الجنوبية من المملكة تكون 15-5 في الكرك، 15-6 في الطفيلة، معان 14-3 في الشرع، 11-3 وفي العقبة 23 إلى 14 درجة مئوية. وفي الشرق في رويش 19-6، في الصفاوي 20-5، وفي الأزرق من 20 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا أينما كنتم نهار سعيد، دمتم بخير، إلى اللقاء.